البيل قدامك والملقب بتمساح اللغة العربية حب يعاقب مراته المسكينة زي ما بيعاقب الطلبة بتوعه، ضربها بالخرزانة على دماغها مما أدى لفقد بصرها فقدان كلي. ودي شهادة مختومة من الدكتور بتثبت كلامي. اه بس دي شهادة بطن يا أستاذ، أنت جاي تطلع لها رخصة ولا إيه؟ أنا آسف يا فندم، اه دي شهادة مختومة، لا مش مختومة، ثواني. دي شهادة مختومة من دكتور النظر بتثبت كلامي. اه مختومة فعلا، الكتم موجود. اه بس هنا التقرير بيقول انها فقدت بصرها نتيجه الخزق في العينين. لا فوز فيك يا سياده القاضي. اتقي الله، اتقي الله في اللغه العربيه. لقد طعنت اللغه العربيه في نحرها. طالما محصلتك اللغويه صفر اصمتي. سيد القاضي، اني اشهد الله اني عاشرت هذه المراه بكل دفء وحنان. تخيل نفسك مكان زوجتي. معلش، تخيل نفسك اضمك الى حضني طوال الليل وأهدهدك، وعندما تفتح عينيك في الصباح الباكر تجد وجهي المشرق أبتسم لك، وبصوت الدافئ وبفنلتي القط القطنية أقول لك: ووفاء هيفاء القوام كأنها فلك مشرعة على الأمواج. إيه اللي أنت بتقوله ده يا أستاذ عبد البارئ؟ أنت راجل بتاع لغة عربية ودين، عيب كده، طلعنا انا بره الحوارات دي. عذرا سيد القاضي، كان مجرد تشبيه. سيد القاضي، سيد القاضي، ان اكبر عقاب تعرضت له هذه المدعيه هو مجرد اني عملت لها استدعاء ولي امر، وبالفعل جاءت حماتي، ومن ساعتها لصقت لنا بغراء، واكتشفت ساعتها انه اكبر عقاب لي انا شخصيا. عقاب؟ أنا عقاب يا عرة الرجالة، يا كلب الدروس الخصوصية، يا بوكلون يا خمس خمسات. لم لسانك يا أم جلامبو، أنا ابني أشرف من الشرف. شوف بنتك دي المعيوبة، ها؟ شوف يا سيادة القاضي، البنت دي وأمها بيعملوا علينا تمثيلية. الله، وراح فين؟